بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم، درس الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي، مادة الاجتماعيات، الصف الثاني المتوسط، مدارس الخرج الأهلية، المرحلة المتوسطة. أحييكم مرة أخرى في درسنا لهذا اليوم، متمني منكم أعزائي الطلاب التركيز والأنصات وحل الأنشطة سويا. الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي، ما الذي نشأ عن الزيادة السكانية في العالم العربي والإسلامي؟ يعني ماذا حدث عندما زادت أعداد السكان في العالم العربي والإسلامي؟ ماذا جرى؟ ماذا تغير؟ سنأخذها إن شاء الله في التفصيل في النقاط التالية. سكان العالم العربي والإسلامي، يقصد يا شباب بالعالم العربي والإسلامي هي الدول التي تنطق أو تتكلم باللغة العربية. هذا العالم العربي يتكلم اللغة العربية ويتمحورون في الدين الإسلامي، لكن الدول الإسلامية لا يطلق عليها دول تتكلم باللغة العربية، إنما دينها دين الإسلام، ولكن باختلاف اللغات واختلاف الثقافات، لكن يجمعنا ولله الحمد الدين الإسلامي، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. يقصد بالعالم العربي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية التي مقرها في مدينة القاهرة في دولة مصر، ويقصد بالعالم الإسلامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي منظمة التعاون الإسلامي التي تقع في دولة في مدينة جدة، وعددها 57 دولة، منها 22 دولة عربية. ويقدر عدد السكان العالم الإسلامي في عام 1437 بنحو 1,800,000,000 نسمة على وجه الأرض. هذا العدد الهائل الذي نفتخر به ونطمح إن شاء الله بالزيادة لنكون في مصاف أعداد السكان بالعالم الذين يتكونون من المسلمين. نذهب إلى نشاط واحد يا شباب، بالاستعانة بالجدول الذي نراه أمامكم، يقارن الطلبة بين عدد السكان في عام 1384 إلى حتى عام 1437 للهجرة، ويستنتجون ما تمثله الزيادة من أثر في الموارد الطبيعية. طبعا يا شباب الزيادة ما أثرها في الموارد الطبيعية، طبعا يا شباب هذا النمو، الآن نأخذ الجواب بالتفصيل، هذا النمو الكبير يؤثر بشكل كبير، بكل تأكيد يا شباب يؤثر بشكل كبير في الموارد الطبيعية نتيجة استغلالها المفرط والاعتماد عليها بشكل أكبر وإهمالها فعليا، ولا يكون هناك محافظة عليها وعدم التفكير في الأجيال القادمة، إنما نحافظ عليها ونستعين بموارد أخرى لنقلل من استعمال هذه الموارد الرئيسية ونقص حق الأجيال القادمة من هذا المورد الذي نستخدمه بشكل كبير. توزيع السكان، يتوزع أغلب سكان العالم العربي والإسلامي في قارتي هي آسيا وأفريقيا فقط، ويختلف توزيع السكان، ويعتبر المسلمين في دولة أوروبا وأمريكا الشمالية يعتبر أقليات أو إقليميات معينة وليست دول، إنما تأتي بدول مثلا دولة بريطانيا ليست دولة مسلمة، إنما يعيش فيها من المسلمين فيها، ولكن لا تسمى دولة مسلمة. الدولة المسلمة التي يقطن أكثر من 50% من سكانها بالمسلمين يطلق عليها دولة مسلمة. يتمركزون في قارة آسيا وأفريقيا، ويختلف توزيع السكان حسب كثافتهم من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق يتركز فيها السكان وهناك مناطق قليلة السكان وأخرى نادرة السكان، ويرجع هذا الاختلاف إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية. مثل عوامل إيش؟
طبيعية مثل توفر المياه، منطقة لا يتوفر فيها المياه يقل فيها السكان، منطقة تضاريسها وعرة يقل فيها السكان، عوامل بشرية، منطقة لا يوجد فيها بها فرص عمل يقل فيها السكان، أيضا منطقة لا تتوفر فيها الخدمات يقل فيها السكان. عوامل توزيع السكان، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. عوامل طبيعية مثل موارد المياه، ترتفع كثافة السكان حيث تكون الأنهار والأمطار والمياه الجوفية، ويندر السكان حيث تقل موارد المياه أو تعدم. أيضا التضاريس، عندما تكون وعرة، عندما تكون تضاريس الدولة ممتازة يكثر فيها السكان، عندما تكون وعرة يهاجر منها السكان. أيضا يتركز السكان في المناطق السهلية المستوية لخصوبة تربتها للاستعمال الزراعي، وأيضا يقل تركزهم في المناطق الصحراوية التي ليس فيها موارد الحياة. ثانيا العوامل البشرية تؤثر الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في توزيعهم، فمثلا تزداد الكثافة السكانية في المناطق الصناعية والزراعية التي فيها فرص عمل أكثر، وأيضا مناطق التعدين، وأيضا تقل في المناطق الرعوية التي تضاريسها وعرة أو ليست بجيدة. اللغات، ميز الله الجنس البشري بتعدد لغاته، ويضم العالم العربي والإسلامي عددا من اللغات الكثيرة التي يتحدث بها أكثر من 2 مليون شخص، اللغة المليونية منها. طبعا هذه اللغات يا شباب هي اللغات الرئيسية التي ينطق بها أغلب سكان العرب والمسلمين. من اللغات الرئيسية في العالم العربي هي اللغة العربية في العالم العربي، اللغة البنجالية والأوردو والبنجابية هي في شبه القارة الهندية، وأيضا لغة البهاسة والفارسية والهوسة تتبحور في أندلسيا وفي إيران وفي أفريقيا. نشاط الثلاث بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، يستخرج الطلبة نسبة من يتحدثون باللغة الآتية في العالم العربي والإسلامي. اللغة العربية يا شباب يتحدث بها نحو 25% من العالم العربي والإسلامي. أيضا اللغة البنجالية 16%، اللغة التركية أقل ونسبتها 5%. تركيب السكان يا شباب، تركيب النوعي والتركيب العمري. تركيب النوعي حسب الجنس إنما ذكر أو أنثى، التركيب العمري على حسب أعداد الأطفال من 15 سنة فأقل، ونسبة الشباب من 15 سنة حتى سن 65 سنة، وأيضا الشيوخ أو العجائز أو باللغة العامية كبار السن الذي يعتبر أعمارها من 65 فأكثر. نأخذها بشكل مختصر، فئات العمرية صغار السن ومتوسط السن وكبار السن. تبلغ نسبة الذكور 50.1% والأناث 49.9% تقريبا، ويعتبر النصف العالم العربي والإسلامي نصه ذكور ونصفه أناث. وأيضا التركيب النوعي يقصد به تقسيم السكان إلى فئات حسب أعمارهم وبيان نسبة كل فئة عمرية إلى إجمالي عدد السكان، ويفصل هل هذا المجتمع فتي أم هرم. معنى الفتي هل هو شباب أم هرم أم أكثر سكانه كبار السن. عوامل ترابط العالم الإسلامي يا شباب هو الدين الإسلامي أيضا واللغة العربية، عوامل مشتركة بين العالم العربي والإسلامي اللغة، وأيضا أهم ورقم واحد الدين الإسلامي، وأيضا التاريخ الإسلامي والمعارك والفتوحات الإسلامية والدين الإسلامي الذي يجمع هذا الجزئين، وأيضا المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نشاط ثلاثة، يكتب الطلبة 3 مقترحات تساعد الترابط في عالمنا العربي والإسلامي. نضع 3 مقترحات تساعدنا في الترابط بين العالم العربي والإسلامي. 1 يا شباب، إنشاء سوق إسلامي مشترك. 2 تبادل البعثات التعليمية والثقافية، نأخذ منهم يأخذون منا ويتعلمون منا ونتعلم منهم. 3 توحيد الكلمة وإنشاء جيش إنشاء مركز إسلامي يضم الدول الإسلامية لتوحيد الكلمة وإنشاء جيش مشترك.
باء. نضع ثلاث مقترحات تساعد على انتشار اللغة العربية في عالمنا الإسلامي. فتح معاهد لتعليم اللغة في العالم الإسلامي، إنشاء قنوات فضائية لتنشر اللغة العربية ولتعليمها، ثلاثة طباعة كتب العربية ونشرها في العالم أجمع. نشاط الرابع شباب الأخير، من خلال مصادر تعلم مختلفة يبحث الطلبة فكرة إنشاء سوق إسلامية اقتصادية مشتركة تضم الدول العربية والإسلامية، أي نضع فكرة إنشاء سوق يجمع الدول العربية والإسلامية ونتائج متوقعة من هذا السوق، لذلك في تعزيز الترابط بين دول العالم العربي والإسلامي. مثلا نعم أكيد يا شباب أنها فكرة ممتازة تساعد على تنمية الاقتصاد في العالم الإسلامي، أيضا الترابط الاجتماعي بشكل أقوى. تقويم الدرس الثاني عشر يا شباب، سنأخذ السؤال الأول والثاني الثالث. أطلب منكم أن تجتهدوا وتحلوه مع الكتب والمصادر التي تمتلكونها، وسنحل السؤال الرابع والخامس أيضا سأتركه لكم لتحلوه. السؤال الأول يقول: يبلغ عدد سكان العالم العربي والإسلامي نحو 300 مليون نسمة. خطأ، إنما يبلغ مليار نسمة و800 مليون، يعني الجواب ألف خطأ. اثنان باء، على المسلم أن يبرز انتماءه للعالم الإسلامي من خلال تعامله مع الآخرين. صحيح، تكون ذو خلق حسن. جيم، يقصد بالتركيب النوعي للسكان توزيع السكان حسب الأعمار. خطأ. دال، من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان الأنشطة الاقتصادية. بكل تأكيد صحيح، أحسنتم. السؤال الثاني: ما أبرز ثلاث عوامل تربط بين دول العالم العربي والإسلامي؟ بكل تأكيد، رقم واحد أحسنت، الدين الإسلامي. اثنان أحسنت، ممتاز، اللغة العربية. الجواب الثالث التاريخ الإسلامي، أي وأيضا المصالح المشتركة. السؤال الثالث أطلب منكم الاجتهاد، وليس واجبا إنما تحلوه لتقووا العملية التعليمية لديكم. السؤال الرابع: ما عوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع السكان العالم العربي الإسلامي؟ العوامل الطبيعية وليست البشرية. أحسنتم، الموارد المائية وأيضا التضاريس والمناخ. أحسنتم. السؤال الخامس يا شباب، متمني منكم السؤال الثالث والخامس أن تحلوه بمساعدة، لا بأس بمساعدة أولياء أموركم ووالديكم، ويكون أفضل أن تحلوه بأنفسكم. وفي ختام هذا الدرس متمني من الله أن أكون قد وفقت في توصيل هذه المعلومات هذا الدرس.